في دايما ستات تقول لك انا ممكن اكثف الرضاعه وانا فتره واقللها بالنهار عادي وقت الصيام. طب ما هو البيبي ليه احتياجات الصبح وليه احتياجات بالليل، انا هكثف بالنهار يعني هي هتتحوش عنده هصومه زي ما انا بصوم انا كمان؟ دي متهيالي مش حاجه مستحبه خالص. البيبي وقت ما بيزن، وقت ما بيعيط، وقت ما بتبان عليه علامات الجوع يعني عايز يرضع فانا هرضعه، ملوش علاقه بقى انا صايمه ولا مش صايمه، هو وقت ما اشوف عليه علامات الجوع اللي هو يبتدي يزن، يبتدي يحرك شفايفه، يبتدي تحس بالقلق بتاع الطفل انا هرضعه، مش هستنى، مفيش حاجه اسمها بعد الفطار انا هرضعه، كفايه بما فيه الكفايه. عشان كده بنقول ان الست اللي بترضع محتاجه كميه ميه اكتر كمان من الست الحامل. يعني لو انا بقول ان الست الحامل اثناء يعني في اليوم بتحتاج من 8 ل 10 كوبايات ميه، لا، الست المرضع بتحتاج من 10 ل 12 كوبايه ميه، وده معناه ان هي على طول اليوم تبتدي تاخدهم. فطب هتعمل ايه؟ ما هو البيبي محتاج، وتاني قلنا ان الست المرضع عندها رخصه انها تفطر، هو البيبي ده محتاج ليه احتياجات والاحتياجات موجوده عندها هي، فهي المفروض توفرها له. هي الفحوصات الطبيعية حسب الروتين بتاعها وحسب وقتها مطلوبة تتعمل في وقتها، إنما قبل رمضان بالذات لا، هي في الزيارة بتاعتها في مجموعة من الفحوصات المفروض تعملها في الزيارة الروتينية اللي هي بتروح تعملها قبل الحمل، يعني حسب جدول متابعة الحمل بتاعها ليها زيارات روتينية، فهي معروف إذا كانت هي أنيميك ولا مش أنيميا، هي تعمل صورة دم عشان نطمن هي عندها أنيميا ولا لا، والصيام كده هيأثر عليها ولا مش هيأثر. فلو هي حسب متابعتها وهي معروف ان هي حامل وعندها انيميا، لا يفضل طبعا ان هي تفطر. في بعض الاسئله بتقول، بعض الامهات بتقول طب اخد ادويه مدره للبن عشان تزود لي اللبن في فتره الصيام؟ طب هو الدواء المضر للبن بيجيب اللبن منين؟ ما لازم جسمي يبقى فيه ميه، ما يبقاش عندي جفاف، واحنا لما بنصوم بيجي لنا جفاف، ده الام العاديه وهي بترضع بتحس بالعطش، واحنا بنقول ان اي بني ادم يحس بالعطش ده معناه ان هو عنده جفاف، فهديها قراص عشان تزود لي اللبن، هتجيب منين؟ فهي محتاجه ميه، فيعني هي مش فارقه. لكن لو الام ما هي طبيعي ماشيه على قراص عشان تزود اللبن، اوكي خليها ماشيه عليها، مش هنقول لها تبطليها ولا تزوديها. طب هل الصيام بيضر بالست الحامل او بيضر بالمولود؟ وانا صايمه بيقل كميه الميه اللي في جسمي. لو انا عندي مشاكل، احنا قلنا الحمل بيعمل لزوجه في الدم، واللزوجه في الدم دي وقللت الميه انا ممكن ابقى عرضه ان يجيلي جلطات، دي حاجه معروفه. طيب الحمل نفسه بيطلع مواد سميه بتبقى في جسمنا نتيجه خروجها من المشيمه بتاع الطفل. طب المواد اللي هي السموم الصغيره اللي مش محسوسه او مش شايفينها، هل دي بتاثر على الجنين وهو جوه في بطن مامته؟ هل بتأثر عليه بعد ما يتولد؟ احنا ما عندناش دراسات بتقول كده، انما يعني طالما في حاجة مش طبيعية في دمنا بالتأكيد هتأثر. انما لحد دلوقتي الدراسات اللي اتعملت، هل البيبي بينزل وزنه ضعيف للأم اللي صايمة؟ لا، لو الأم سليمة وصامت البيبي ما بينزلش وزنه قليل ولا حاجة، وما بينزلش عنده مشاكل، وما بينزلش قبل ميعاده. انما على اللونج ران، على المدى البعيد، هل ده هيأثر ولا ما يأثرش؟ احنا الصيام بيأثر على الأوعية الدموية وبيأثر على كمية الدم، هل على المستقبل البين؟ احنا في حاجة اسمها فيتال بروجرامينج، يعني البيبي بيتعمل له بروجرام وهو في الحمل جوه في بطن مامته، هل ده هيأثر على بقى الخريطة بتاعت البيبي دي لما يكبر؟ هل هيبقى عرضة لإصابة بعض أمراض معينة زي أمراض الأوعية الدموية، أمراض الضغط، أمراض السكر؟ لا، محدش يعرف يقول الكلام ده. فالأحوط هنا إن أنا أفطر.